موجز الأخبار، أهلا بكم. المستهل بمجال التعاون، حيث استقبل أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن استقبل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد تيجاني مازن الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وخلال اللقاء تم التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقة الثنائية لا سيما في المجال الأمني والشرطي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود والمدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن شيخ. وفي التعاون دائما وممثلا للرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبدعوة وزير الدفاع لمصر العربية، حل صباح أمس السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالعاصمة المصرية القاهرة لمشاركة في المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك سنة 2021 الذي يفتتح يوم الاثنين. وكان في استقبال السيد الفريق بمطار القاهرة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء دحي أحمد بدري. في الرياضة وفي كرة القدم، تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة حفل جائزة الكرة الذهبية والتي تعود بعد غيابها لأول مرة العام الماضي. وتعود جائزة الكرة الذهبية التي ينتظرها عشاق كرة القدم معرفة من المتوج على عرش أفضل اللاعبين في العالم وسط غموض كبير يسود اسم الفائز بهذه الطبعة الجديدة. في الشأن الدولي، عاصفة قوية تضرب مدينة اسطنبول التركية وتتسبب في تطاير أسطح بعض المباني وانقلاب المركبات في شوارع واقتلاع الأشجار. هذا وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار العاصفة لمدة 4 أيام وستكون مصحوبة بأمطار شديدة. ختام الموجز، في أمان الله.